كان معي واحد بالانفرادي. الشرطة ينادون بعض يقول تعال تعال بوريك واحد، تعال بوريك واحد تعال. اي كمير ورا راسك، هذاك راسه كبير كبير لدرجة ان الشرطة كل ما يجي واحد جديد يقول تعال تعال بوريك واحد، يجيبون له ليه الزنزانة ما انت، يقول اي كمير شوف راسه مش كبر راسه، هو واقف شوف راسه هالكبر. تدري ايش كان يسوون فيه؟ كان يجيبوا الميزان، عرفت الميزان؟ كان يفتحون فوة الباب اللي هو يطعمونه منه، المربع اللي يطعمون منه كان يفتحون ويحطون الميزان عليه على الحديد ويقولوا حط راسك خلنا وزن راسك كم وزنه، يحط راسه 100 باوند، راسه بروحه يمكن 60 كيلو. كان يجيبوا الميزان ويفتحون المربع هذا اللي عن طريقه يدخلون الطعام صينية الطعام ويحطون الميزان ويقولوا تعال حط راسك خلنا وزنه. الشرطة متراهنين كم راسه حجمه كم وزنه، 75 باوند. هو متقبل ما عنده مشكلة، هو ما عنده مشكلة، راسه كان كبير. يطلع سنة 2031 تصدقون ولا لا؟ والله انه قال لي قبل لا اطلع من السجن. تدري شنو قال لي؟ لا راسه راعي مشاكل، هو راعي مشاكل، هو يوم انا تركته كان قاطينه انفرادي طويل الامد. يطلع 2031 تاريخ ميلادي 16/9 تصدقون ولا لا؟ اذكر قبل لا اطلع قال لي ياسر تذكرني يوم ميلادك هذا تاريخ 2031 تذكرني. ليش معنى؟ يقول لي هذا التاريخ اطلع صراحي، اذا انا ما زلت حي هاليوم انا راح اكون طالع، هاليوم يفتحون البوابه واطلع. ادور لكم صورته، ادور لكم صورته، اتوقع راح نلقاه. اسمه هافيير غارسيا، ترى هذا صديقي العزيز، صديقي العزيز هذا هافيير غارسيا. تصدقوا ولا كوبي؟ لا راسه كبير، راسه وزن كبير. طبعا صلع الحين يقول يو جاء تهريب امريكا، منو قرا كتابي 1000 ليله حبس انفرادي؟ تذكرون في اثنين جو تهريب من كوبا والشمس صقعتهم وجلدهم تنتف، الامريكان خذوهم وعالجوهم، قعدوهم شهور دخلوهم من برميل جل واحد ورا الثاني على اساس يعالجون جلدهم. تذكرون القصه ولا لا؟ في كتابي 1000 ليله حبس انفرادي هذا واحد منهم، هو واحد منهم. اي نعم، اسمه هافيير غارسيا. هذا يقول يوم جيت امريكا شعري طويل، تعرفون فابيو؟ هذا شعره طويل قبل، الحين هو اصلع ماشي، هذا اصلع الحين محكوم 25 سنة، دخل السجن معاي 2007-2006، قبل كان شعره طويل. بوريكم شعره ناس فابيو، بوريكم شعر فابيو، تخيلوا شعر فابيو على هذا، هذا كان شعره كذي. هافيير غارسيا كان كذي يا الربع في فلوريدا في ميامي. سو راح عاش في ميامي ماشي، يقول ياسر جاي تهريب من كوبا ما أعرف إنجليزي أطقطق، يقول بس أبتسم، شعري طويل ومقسم ولابس شورتس وكله قاعد على بحر ميامي ساوث بيتش. يقول وين اوقف؟ ملعب كره الطائره، امريكيات وبرازيليات يلعبون طائره، لابسين اللي هو ملابسهم العاريه ويلعبون طائره. يقول انا اوقف ورا انطر لما الكره تجي بس راح اجيبها لهم واعطيهم اياها، ما اسوي ولا شيء. يقول قاعد متكي ورا اطالعهم يلعبون طائره، لما الكره تجي صوبي اروح اجيبها لهم واعطيهم اياها. وعلى هالحاله وهم they took liking into me، شكلي زقرتي كرب شعري طويل ودائما مبتسم، وهذا مو راعي مشاكل، هذا سكيتي، هذا اذا بنها معاه ونروح ونرد ما حد درى عنه. يقول وانا قاعد كل يوم يومين معاي وحده، اخر اللعب وحده ما اخذتني تعشيني اطلع معاها تسوي كل شيء وتردني، وثاني يوم القاها ما القاها ترجع بلدها ما ترجع. يقول انا عايش كذي. كان شيبنديل، كان بروس جيجلو ميل بيجلو، أكلمكم جد حلو. يقول عايش حياتي مستانس، كله على البحر كله أسبح تان، أجيب لهم الكرة أروح أتعشى أتمشى معاهم ومستانس. يقول بعدين حياتي تطورت شوي، قمت أبي كاش ماني، أبي ساعة، أبي ذهب، أبي ألبس ما أدري شنو، أبي أكشخ. يقول كان أبدأ أسوي ساطو مسلح على شقق، وهني إلى الطريق المنحدرة على قولة كويت. تزوج واحدة وجاب منها ياهل، تزوج واحدة أبوها شرطي. يقول أسوي سطو مسلح، أمسكوه 106 تهمة، 106 سطو مسلح مسوي. يوم ألقوا القبض عليه كان مسوي 106 سطو مسلح. يقول آخر واحد غلطتي دشيت على شقة فيها صينيين اثنين زوج وزوجة. يقول كان أطلع سلاحي كان أحطه على راسه وأقول له أنزل، كان أخذ السلاح وأشهره على الزوجة وأقول لها لا تتحركين ما رح أذيك بس أعطيني الفلوس. يقول خدت لها وهربت. يقول وانا اسوي اطالع ولا الكاميرا قاعد طالعني، اطالع الكاميرا والكاميرا تطالعني. يقول دام رحت فيها طحوا علي المذر فكرز. يقول خدت الاغراض طبيت
من البلكونة، طبيت من البلكونة يقول عيد يومين ماسكيني صوري كل مكان، فابيو مسوي صوته مسلح. يقول الإعلام أول ما طاحوا عليه كان يسمونه بيبي سبايدر، الإعلام الأمريكي على كل مجرم يعطونه اسم The Night Stalker، تذكرونه The Night Stalker مال كاليفورنيا راميريز ما أدري شو اسمه، صح كل واحد يعطونه اسم، هذا عطوه اسم سموه بيبي سبايدر. بيبي سبايدر يعني العنكبوت العنونو. ليش سموك العنكبوت العنونو؟ يقول لأن أنا سطو مسلح مالي 106 قضية كلهم الشغل اللي سويت عليها سطو مسلح إما الدور الأرضي أول أو ثاني، حدي وصلت الدور الثاني، ما وصلت الدور الثالث والرابع، فلأن ما عندي سلم وما بروح فوق كلش، فكنت حدي الدور الأول والثاني، فلذلك سموني بيبي سبايدر. يقول سموني بيبي سبايدر لأن ما أقدر أروح الدور الثالث ولا الرابع، حدي أوصل الدور الثاني وأرجع. يقول ياسر تصدق تدري أبخل الناس منه؟ أقول له منه؟ يقول لي يا أخي أبخل الناس يقول شقق اليهود. أقول له ليش؟ يقول ما فيها ولا شيء، الدش انت عبارك أغنياء ما عندهم ولا شيء داخل الشقة كله كراكيب. يقول ما عمر دشيت شقة واحد يهودي لقيت فيه عنده فلوس، ما أدري وين يحطون فلوسهم. يقول قلت له بالبنك motherfucker، where you think they put their money at؟ يحطك إياه إن شاء الله بالتجوري، ناطر حضرتك الدش أذكى من كذي. هو يقول يا أخي في عندنا شارع ايتم ما أدري شنو القطعة اللي ورا بيت فرزاتشي. يقول بيت فرزاتشي بيت فرزاتشي، يقول كل يوم كنت أروح أمر قدامه، فرزاتشي عنده بيت في ميامي، البيت اللي ذبحوا فيه فرزاتشي تذكرونه؟ يقول أبد قطعة شارعين عنه، صكوه 25 سنة سجن. يقول ودوني محكمة ولا القاضي كوبي نفسي، قلت أكيد ضبطك شيء. يقول لا المشكلة لما يصير واحد نفسك يبي يطغي عليك أكثر على أساس يبين حق الناس إن لا أنا ما عندي واسطات. يقول أنا رحت بشربة مية. يقول زوجتي موجودة، ولدي الصغير موجود، ويقول لي أنا أشكالك، القاضي يقول قاضي كوبي، يقول له أشكالك قاعد تخرب سمعتنا، إحنا ناس نشتغل، إحنا ناس جادين بالحياة، بس أشكالك قاعد توصل معلومة حق الشعب الأمريكي إن إحنا ناس حرامية، إن إحنا ناس جايين بوق، إحنا ناس ما نقدر الحرية اللي عندهم، إحنا ناس نبي نستغلهم. أنا عشان زوجتك وعشان ولدك بعطيك 25 سنة، بس بعطيك 25 سنة، ولا أنت المفروض أقطك مؤبد. عاد دخل السجن وشعره قام يحد. ماي السجن ترى ماي السجن يا الربع ما يرحم، شعره حت، أسنانه الأمامية طاحت. الحين هو شو مسوي يا الربع؟ صعك حلجة لأن أسنانه الأمامية راحت. حاول الهرب من السجن مرتين، يوريني ظهره كله آثار أسلاك شائكة. يقول له يودوني طب نفسي. يقول إيش تبي؟ نوكلك نشربك نعطيك أكل نعطيك شاور نعطيك ملابس، مجنون أنت بتنحاش؟ يقول مجنون إذا بقعد، مجنون إذا ما فكر أنحاش، معطيني 25 سنة وتقول لي أقعد؟ مجنون أنت اللي مجنون. ما زادت محكوميته لأن ما عدل. إحنا عندنا المجمع عبارة عن كذا طوق، فهو يصيدون على ثاني طوق على ثالث طوق، لحين ما مدى يطلع برا السجن مرة واحدة، ما زال حي موجود. داز لي مسج ذاك اليوم بحاول أطلع لكم إياه، أنا التطبيق هذا الجي بي هذا التطبيق أتواصل معاهم، ذاك اليوم داز لي مسج يقول البحر دز لي شوية فلوس، ما يدري إن منعونا ندز لهم فلوس. داز لي مسج هافير غارسيا بوريكم إياه الحين، منعونا ندز فلوس، أنا كنت أدز لهم كاش ماني، أنا كنت أدز لهم فلوس بس التطبيق وقفوا إنك تدز لهم فلوس. هذا اسمه تشوفونه هافير غارسيا، كابتشر الشاشة عشان تأكدون. 1 2 3 4 5 6 Hola que hola mi hermano, I got the videogram you sent. How are you doing? You remember Oscar? He stole the money you sent. You want to help me send to my account? Nano is in the dorm. Nano هذا طلع من السجن already. A home in 6 months. طلع من السجن. هذا هو. يقول آخر مرة إنه شنو في لين على الحساب ماله. يدرون يعني شنو لين على حسابه؟ في لين على حسابه، في ما ندز له فلوس، ما اقدر ادز له على حسابه رسميا، انا كنت ادز له 300 دولار، بس كنت ادز له 300 حدي 300، كل شهرين ثلاثه ادز له 300 دولار على اساس يشتري صابون، يشتري ديودرن، يشتري كوفي، كوكيز، ساندويتش، كنت ادلعه. منعوني موضوع ثاني هذا، بس بيتر فوق لانه صار وايد نصب احتيال، بس اللي صاير شنو طال عمرك؟ ما كنت ادزه بحسابه لان حسابه عليه لين، عليه حجز، كاسر جامع داخل السجن. وحاسبينه 1000 دولار مدري 800 دولار على الجامعة، فأي فلوس تدش بحسابه يأخذونها، فهو كان يقول لا تدز بحسابي راح يأخذونها، أنا ما راح أستفيد، فدز باسم فلان أو دز باسم فلان، ولما ينزل أنا أخذه. كاسر جامعة ضد الرصاص، تبي تعرفون شو كسر الجامعة؟ أنا أقول لكم شنو صار. يقول ياسر واقف بالكانتين
هو كوبي بس مو راعي عصابات، بالسجل اللي هو فيه عصابات يسمونهم تريسيس، يسمونهم مارا سالفا تروتشا، هذول يسمونهم امس 13، مطانيخ مطافيق بايعينها، مزعجين ما عندهم احترام، وين ما راحوا بيدهم سكاكين، المساجين متأذين منهم، السجانة متأذين منهم. يقول انا واقف دور معاهم، يقول قربت على الشباك، الحين باقي اثنين ثلاثة قدامي وانا اصير دوري، الناس لازم تمشي بدور. يجوني اثنين ثلاثة منهم قرعان، اي اه اي كامرون اي، يقول يخطروني يوقفون قدامي، يقول انا طالعهم غزام، يقول طالعهم، يقول كان اخذ بعضي واروح اصفط قدامهم، ما خليتهم يطوفوني، ما راح اخليك تخطر دوري. كان واحد طالعني وي بوتا مادري وي كامرون كاتب باسا، ليش تخطرني؟ يقول له، يقول كان ابتسم بوجهه، كان اقول له انت خطرتني اول، اي كامرون اي اسكت امي اه بينغا ماريكون. يقول يوم انا شفت طلع السكينه كان اعطيه بوم، يقول اول ما اعطيته بوجهه كان يطيح بالارض، كان ربع كلهم يطلعون من الارض، يقول ما ادري من يطلعوا زي العفاريت ويلحقون فيني معاهم سكاكين. يقول هروب نص الشجاعه، كان احط رجلي وراي اه اي كامرون. يقول ولا نحاش نحاش، يقول ما ادري وين اروح الحين، احنا قاعد نفطر داخل المجمع برا المبنى بس داخل السجن، قاعد افتر ما ادري وين اروح. يقول رايح ركض حق العنبر، يقول جامع والله اني ما شفت الجامع، جامع الظاهر حزتها المسجون منظفها تنظيف سمباتيك لدرجه انها صايره كريسب، ما يدري انه في جامع. يقول ولا ركض ولا ادعمها، شو تكسر، شو اطيح جنبها كذي راسي ورم. الشرطي طالعني استوعب هذول واقفين اي كابرون اي اي بينجا. الشرطي زر شو اسمه جو الشرطه، سحبوني تعال سالفتك انت، كسرت الجامع، قال لحقيني وما ادري شنو سكاكين وما ادري شنو. قال حبيبي تعال تعال انفرادي، عشان يقطون انفرادي. من ذاك اليوم عرفوا ان راسه كبير، لانه سوى، مو هو سوى ارتجاج، الجامع ما سوى ارتجاج بالمخ، هو سوى ارتجاج بالمجمع. من كبر راسه ودعم المبنى، المبنى كله صار فيه ارتجاج، والله يا ربعي ان المبنى كله صار فيه ارتجاج، راسه ورم صار من ربع ناسه. يقول شان يقطوني انفرادي، شان يسكوني تخريب املاك دوله، وعليك حجز على حسابك $1,000 سعر الجامع. قال يا جماعه لحقيني بيذبحوني ما فكرت، فصار حجز عليه $1,000 ما ادري $800 وسب الجامع هذه. وهكذا يا الربع كسر جامع ضد الرصاص براسه. هو تراعي مشاكل، منو شاف يوميات ياسر؟ تذكرون المقطع اللي انشهر اللي انا امثل واحد قاعد على المرحاض اسكم الله قاعد يصارخ اوه ايه بوتا مادرا ايخ ولا تشنقاذا؟ تذكرون المقطع هذا يوم انا قلد واحد لاتيني يوم قاعد على المرحاض اوه ايه بوتا مادرا ايخ ولا تشنقاذا؟ انا كنت قاعد اقلده. هذه قصة مع المرحاض، تبون اقول لكم اياها اسكم الله؟ هذا صاحبنا الله يسامحه كان لانه فقير وهذا، فكان شو يسوي الربع؟ كان يجيب اسكم الله الصن فؤفؤ ويلفه، الصن فؤفؤ غالي كان يلفه وكان يخزنه في أأمن مكان في جسم الإنسان داخل السجن. كانت هذه تجارته، ما عنده فلوس واجد، فكان يشتري 50، كان يلفه عدل الصن فؤفؤ، يلفه عدل بعدين يحط الصن فؤفؤ في البؤبؤ. اللي تعود عليه ما أعتقد في ألم، خلاص يمكن أول مرة مرتين، استغفر الله العلي العظيم. فهذه كانت تجارته. شو يسوي هو لما يجي الزبون؟ يقول فلان عندك صن فؤفؤ؟ يقول لا عندي. يقول له كم تبي؟ يقول له ابي 2 نكس سعر $5 $5 حبتين نك $5 اثنين. يقول خلاص اعطني 5 دقائق لازم اروح صوب المراحيض عزكم الله، اطلع الصن فؤفؤ من البؤبؤ، افتح على الراحه، اقص، اعبي لك وارجع لك، اعبي مره ثانيه وارجع واعطيك كله. اي والله العظيم معروفة هذه السالفة عندهم هناك، بايعينها، يطلع البضاعة هنا مخزن، لا حط عليها مضاد، حط عليها ضد الماي. بعضهم بالغلط يحوشهم، يسمونه ذا دودو، ذا دودو. فذاك اليوم قال له صاحبه أبي 2 نكس، قال له خلاص عطني 5 دقائق بروح صوب المراحيض وهذا أفرغ وأضبط وأجيك. وهو قاعد يفرغ يا الربع، تدرون الإنسان يسرح، الحين عزكم الله هو قاعد على المرحاض كرم الله وجيهكم، يبي تنزل على أساس ياخذه، بس تدري واحد قاعد يصفر يسرح قاعد يغني نسى نفسه، لا إراديا شاف نفسه يضغط التويلت، احنا الزر ورا على الطوفة والزر يشفط حيل يشفط، مرات اللي جنبك من كثر ما الشفاط قوي اللي جنبك يضغط مالك يروح معاه، اللي هو عزك الله مرحاضك الماي أظن يستفرغ معاه، اللي جنبه ضغط ولا عزكم الله المرحاض اللي هو قاعد طبعا أجين
مرحاض جنب مرحاض وفي في حاجز هالكثر يعني ترى ما ترى الدعوه مفتوحه ولا المايك يبي يسحب عرق وهو قام يحط ايده يرمي ويحاول يمسك اي كابرون الماي يسحبت انشفت كله احنا قاعدين بالعنبر ما ندري انا معاي نوكي طلع معرق مبلل ريحته عليه بقع احنا قاعد طالع حفيرك وي كابرون قاعد تباسه هوي هيخ ولا شنقاله بوتا ما ادري بينجا ماريكون احنا خفنا قلت حق صاحبي انا ابعد عن وش السعادي ابعد عن وش السعادي مبين عليه معصب المهم وكل شوي يرجع صوب المرحاض يطالع المرحاض يطالع الفتحه يطالع الماي وتدرون الماي تتحرك شوي انه صار لها ثلاث دقائق جرى سيفون في الماي تتحرك يطالع الماي قاعد يفكر يمكن تطلع مره ثانيه بالغلط يطالع الماي ريحته اقول له ها يقول راح الحلال كله راح خسرت تجارتي كلها نزل خلاص كان نروح نجيب لبطل بليتش احنا المساجين يشتغلون داخل السجن يسرقون بليتش اللي هو كلوركس يسرقون يبيع لك اياه بطل ماي صحه قد هذا مرتين دولار ونص كله بليتش اصفر المبلغ كله يمكن عنده $50 بس $50 $15 واجد عندهم بالسجن يذبحونك عليها اللي شفت صن فؤفؤ جبنا له بطل بليتش قلنا له حبيبي اقعد تحت الشاور احنا في مهجع مفتوح احنا ترى اسره جنب بعض شايف المهاجع العسكريه نفس الشيء حبيبي هذا الكلوركس اقعد تحت الشاور نص ساعه حبيبي نظف نفسك عدل ترى ريحتك كلها دودو وفعلا ربع نص ساعه يغسل نفسه بالكلوركس احنا قاعدين وقت التعداد كل واحد لازم يقعد على كرسيه والشرطه يجون يعدون فتقعد ساكت لين يعدون تعداد يتاكدون كلنا موجودين بس اطالع من بعيد مسكين متعقد ساكت انا طالع من بعيد اشوفه يسوي كذي بيده تعقد من ريحه عزكم الله الدودو انا طالع من بعيد وهو كل شوي يسوي كذي بيده مسكين خمسة أيام قدام كل يوم يسبح نفسه بالكلوركس وعلى السرير قاعد يا الربع والله قاعد خلاص تعقد نفسيا ويا عربي سمل ما قراره هي ما قلت شي هاند اوف مي مان ما قلت شي هاند اوف مي مان حبيبي تسوي عليه فيلم كامل هافيير غارسيا تسوي عليه فيلم كامل والله العظيم انا قلت قصصه مفصله بقول لكم الصدق انا قلت قصصه مفصله وقطعتها مرات غيرت الاسماء في اليوميات وفي خلف الاسلاك مو اغلبها بس وايد من القصص اللي انا سردتها باسامي ناس ثانيين ترى قصته هو قلتها يعني حزتها كنت ابستر على اسامي ما بمساءله قانونيه لانه هو تسبب في انه واحد من الشرطه يصير عور بس اخر فعله له كانت اعطى حق واحد اسمه سموك اعطاه $400 قال له حبيبي ترى هذا الحلال كله ابي تليفون عندي $400 قال له يا حبيبي ترى هذا اللي عندي طبعا هو ما عنده كاش بوم نوف صح شكرا كان معانا واحد مسجون يوم طلع قال حق هافير قال له شوف هافي انا جمعت لي بيستيل اي شيء تبي ترى عندي فلوس تبي حاجه عندك لي $400 انا اقدر اساعدك فيها تبي صن فؤفؤ تبي شيء تبي احول لك اياهم حق مسجون تبي احول لك اياهم حق سجان تبي واحد يضبطك بطريقه ما انا الفلوس عندي انا حاضر يعني ارد لك جميل ان انا كنت صديقك بالسجن فهل $400 قال حق واحد اسمه سموك حبيبي انا خلي صاحبي يحول حق اهلك $400 ابيك تجيب لي تليفون ممنوع هناك في تليفون يسمونه دامينوز ينباع $1000 بس هذا قال اعطيك اياه بخصم هذا كبره من كثر ما هو صغير الارقام تضغط على الارقام بعود اسنان من كثر ما الرقم ما تشوفه $400 انا اجيب لك واحد بس انطر علي اللي صار شنو يا الربع سموك قام يتعذر اسبوع الجاي لا ما قدرت اهلي ما جو اسبوع الجاي ما اقدر ما عندي اسبوع الجاي طفش هافير قال ترى حبيبي ترى ما عندي له 400 ترى انا اضطريت مطر من صاحبي تقول انت وين 400 حبيبي ترى فيها دم السالفه كان ذاك يسب على بن ميان اربع كان يقول له مان فوك يو انت وال 400 ماتك كان يعصب كان يقول له وات فوك مي نو فوك يو هذاك ما get out of my face سموك قال get out of my face هذا صدم عاد كوبي الكبرياء خذته الكبرياء خلاص برايد حس ان في احد وكأنه تفل بوجهه خلاص المروءة قهر الرجال
كان يروح يا الربع بزاوية العنبر خاش له تعطور سكينة خاشة بين شايفين السيراميك شايفين البلاط وصح في بالنص في جراوت اللي هو اسمنت هذا حاك الاسمنت كله اللي بالنص ومطرف سكينة مدخلها داخل مدخل السكينة داخل هذا طولها مدخلها داخل وحاط عليها تراب يعني وقت التفتيش ما تفتيش ولا حتى الجن الأزرق يعرفها ولا حتى الجن الأزرق يعني تخيل تخيل خاش السكينة هني نحيفة وحاطها يا الربع بين الكاشي شفت الخط هذا حاف الخط هذا وحافرة حفر وحاط السكينة داخل سطور أقول لكم هذا طوله أنا أعرفه لأن أنا ساعدت إحنا كنا نفس العنبر ومدخلها على الراحة داخل بعدين حاط عليها رمل طلع السكينة الحين شنو في عندنا نوعين من المقصف في ناس ينادونهم بكير عشان يروحون يأكلون وفي ناس ينادونهم مع الباقيين اللي عندهم أمراض مزمنة سكري ضغط ما أدري شنو عند دياليسز غسيل كلية والسوالف هذه هذيل يغدونهم ويعشونهم ويريقونهم قبل الآخرين هذيل لهم دور بروحهم كبار بالعمر فيهم أمراض مزمنة فهذيل يمسكون دور بروحهم يأكلون بعدين المجمع كله يروح يأكل سموك كان مع هذيله رايح معاهم من يدري إنه رايح معاهم هافير كان يطلع معاه السكينة ويمسك دور معاهم لين قربوا السالفة متى الفجر الدنيا لحين سواد الريوق هناك 4 الفجر 5 الفجر أول ما قربوا جنب باب المطبخ عشان يدخلون عشان يأكلون صوب الصواني يعطونهم كان يزرق بسرعة هافير ويروح حق سموك ويطلع السكينة ويعطيه 3 يا الربع 1 2 3 1 2 3 سموك وقف ونافورة دم لدرجة ان السجان ما شاف بس فجأة شاف واحد قاعد ينزف شكرا لا ما مات فجأة شاف واحد قاعد ينزف السجان طبعا احنا السجان هذا ما نحبه دام شنو كان اسمه كين السجان هذا ما كنا نحبه بس عجبنا انه حاول ينقذ حياة المسجون هذا بالنسبة له المسجون هذا نكرة فلما انت تحاول انك تنقذه معناته ترى قلبك طيب بالنهاية وفعلا قط قميصه ولف على رقبة الرجال وحطه بالأرض ومسك الحفر هذه كلها على أساس يحقن الدم عشان ما هافير طبعا حط رجله ميت ميت شوم رجع العنبر كنا في اف دوم الحين بيعرفون منو الجاني ما حد راضي يتكلم ما حد راح يتكلم يشوفون دم وقفوا الناس اللي ما لهم شغل واقفين فتشوهم ما لقوا لا سكاكين ما لقوا دم عليهم ما لقوا اي اثار صاحبنا الجاني هرب قالوا ماكو الا الكاميرات وشافوا 2 3 قالوا احنا شفناه منو قالوا فلان موجود بالعنبر الفلاني في 2 فتنوا يوم راحوا على الكاميرات ولا جنب المقصف في ملوت اللاندري اللي هو غسيل ملابس المساجين ما شافوا الحادثة ولكن شافوا هافير يجي يركض لي الزاوية ومعه سكينة ويقطها داخل عربانة اللاندري ويركض فشافوا واحد معه سكينة يقطها داخل عربانة ويركض حتى شاف الكاميرا نفس أنا قلت له هافير هي نفس الكاميرا اللي صادتك مع الصيني نفس الكاميرا اللي صادتك مع الصيني صادتك مع سموك قط السكينة داخل عربانة كلها ملابس مساجين وسخة عشان تتنظف عشان يجيبونه تشك تشك عدوا نص ساعة لجايبينه واثنين جو شهدوا يابوله من الخارج يابوله محققين من قسم البوليس الحين مسألة فيها موت وحياة إذا فيها حياة وموت راح يعطونك قضية جديدة فقال الرجال قال شوف صايدينك بالكاميرا ومعاك السكينة تحذفها وفي 2 شاهدين عليك إذا مات الولد فيها 15 سنة سجن مينيموم فيها مؤبد بس ما بين 15 للمؤبد إذا مات الولد إذا ما مات الولد أنت رايح انفرادي طويل الأمد رايح انفرادي طويل الأمد يعني الانفرادي فيك وفعلا يا الربع الولد ما مات الولد ودوه الطب في مستشفى سجن طبي اسمه ليك باتلر ودوه هناك قعد 3 4 شهور وناس آخرين شافوه على ويل تشير خذوا أجزاء من جسمه من ظهره ركبوه على رقبته أنسجة أو شيء كذي حتى يقول لكم يمشي ريحته شو اسمه لأنه خذوا من مكان قريب من فكل ريحة صوب وجهه الله أعلم عرفت شلون إيه قربوا فتحة الصنفوف على البؤبؤ جابوا فتحة الصنفوف للبؤبؤ استغفر الله اللهم لا شماته يا شماتة أبلة زازة فيا أبلة زازة مين اخرس قالوا الحبيب إذا مات ترى 15 من مؤبد إذا ما مات ترى فيك الانفرادي فيك وفعلا صكوا انفرادي 5 سنوات شافوا سموك بعد شهور لقوه على الكرسي لقوه مخذين أنسجة من جسمه وحطينه بوجهه والسوالف هذه
وصار شبه مشلول، يعني حتى يوم قام يمشي على عكازات كله عشان 400 دولار وعشان جوال. لا ما تسوى عليه شيخه، ما تسوى. لا انا ايش قلت حق هافير، انا كنت اروح انظف صاله الانفرادي، الانفرادي عباره عن غرف، انا مرات كنت انظف الصاله، اخم اكنس امسح. فكنت اقول حق الضابط انا شنو اجيب معي اغراض حق ربعي، خاصه هافير كنت اجيب له اكل، فكنت اقول حق الضابط ابي ادخل انظف، الضابط يعرفني يدخلني الصاله انظف 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 لين اوصل حق باب صاحبي هافير، اقط له كتاب، اقط له فول سوداني، زبده الفول السوداني، اقط له ديودرنت، اقط له كوفي، عشان بالانفراد الواحد ترى ما عنده شيء، اي شيء انت، ربي اني لما انزلت الي من خير فقير، انت تبي اي صغيره كبيره، فكنت اضبطه اجيب له وهذا، فقلت له الله يهديك هافير ترى كان سريره جنب سريري، لو ادري لو قايل لي انا اشوفه كل يوم يستعمل التليفون، لو ادري كان سحبته منه واعطيتك اياه، وبعدين يصير. اعطيته كتاب المسلمين ما جايك بالقصه، فكنت اجيب له كتب هافير، ملل بالانفرادي فجبت له كتاب باللغه الانجليزيه عن سيره عمر المختار اسد الصحراء اسد ليبيا، وحذفته تحت الباب، الباب تدرون في فتحه مرات تقدر تمر تحت كتاب، طبعا الكتاب كامل ما الكتاب هو مسكر ما يدش، فمرات كنا نفتح الكتاب وندعسه وندخله تحت الباب، فهو كان يقرا باللغه الانجليزيه عن عمر المختار، فانا مرات اسبوع ما اجي، مرات اسبوعين ما اقدر اجي، هو مسجون بالانفرادي خلاص. اذكر مره جيت بس ما قدرت اكلمه، الشرطه يطالعون، فبس كنت امشي وانظف وطالع الزجاج ماله ياشر لي على الكتاب، قاعد يقول لي هوي هوي يسون عربي هوي باريسي باريسي، يقول انا قصتي نوعا ما تشبه قصه عمر مختار، طبعا مش ان انا يعني مجاهد، لا انه يعني هو مر بصعاب مشاكل والقوا القبض عليه ويبيع دمونه، وانا حين احس انه قاعد يصير فيني نفس الشيء. يقول يو سوي عمر المختار بيرو كوبانو اوترو بايس، يقول انا عمر، انا احس ان انا عمر المختار بس على، ويا الربع صدقون ولا لا، اعتنق الاسلام وسمى نفسه عمر المختار، صدقون ولا لا، ما زال العنف في دمه، ما زال الاجرام في دمه، ولكن نطق بالشهادتين قال لا اله الا الله محمد رسول الله، يعني ما زال عنده تورسيدو، ما زال عنده طرق العوجة، ولكن إنسان يحاول ترى بالنهاية. يو سوي عمر المختار باريسي عمر أونا بيرسونا إمبورتانتي بيرو أوترو بايس، ولكن أنا من دولة ثانية. إسو منيغرو اسمه هافير غارسيا، آخر مرة كلمني قال لي شوف تعرفت على واحد غني عنده فلوس واجد ومبين عليه عبيط، عنده يمكن 3.25 مليون دولار بحسابه، بس ما احنا عارفين نطلع فلوسه، فبنشوف لك صرفه يعطيك توكيل ونبي نسرق فلوسه كلها. عشان اقول له اي كابرون اوي اترانكيلو اوي كوهلي سوابي كوهلي سوابي كابرون نو بويدو نو بويدو دي بردا مستحيل 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 يا حبيبي او نو او نو. يقول طحنا على واحد خبل، قال العربي سكوت شمي، قال هذا واحد غني عندنا بين عليه عبيط، وانا خذيته تحطته تحت الوينج مالي، يعني الحين هو في تحت حمايتي انا، بس عنده 3.25 مليون بحسابه اللي بنكوش عليها ما احنا عارفين شلون، فانا بخليه يسوي لك توكيل عشان تسحب الفلوس تحت عذر ان تستثمرهم له، بعدين انا وياك نتقاسم الفلوس. تسمح لي الطيب، اسمح لي الطيب، ما اعتقد ذاتس ا جود ايديا الصراحه. فوت ايديك عبرون. شفته قبل اطلع من السجن هنا، واتواصل معاه اتواصل معاه، وايضا كنت ادز له كاش ماني، كنت ادز له فلوس، كنت ادز له فلوس، بس امنعونا الحين ندز فلوس حقهم. هذا مره سمع السالفه هذه، هذا نفسه هافير غارسيا، والله العظيم كنا في سجن اسمه مايو سي اي، كنا في سجن اسمه مايو سي اي، كان في عندنا واحد من بويرتو ريكو من عصابه اسمها نيتي يبيع مخدرات صنفوفو، هذا قال له بعطيك 200 دولار ابيك تجيب لي صنفوفو، هذاك جاب له بس جاب له مغشوش، جاب له صفوف بس ما تدخنه كأنه قاعد يدخن هواء، يعني يوم قام يبيع هافير الناس تقول حبيبي هذا ما قاعد يجيب الراس، هذا كأنه قاعد يدخن ورق شاي يا حبيبي، كأنه قاعد يدخن ورق شاي، حبيبي رجع فلوسي، السجن هذا ما في تلاعب، حبيبي رجع فلوسي، اوي قريبه كابرون، اوي كابرون. فهذا عصب على صاحبنا البورتوريكان، قال له حبيبي تعال انا معطيك 200 دولار شنو اللي جايب لي اياه؟ الناس قاعده تتشكى ترى مو قاعد يجيب راسهم، خلاص انا ضبطك الاسبوع الجاي، اوترا سيمانا اوترا سيمانا، اوي 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 بنديدو اوترا سيمانا كابرون. يقول خلاص الاسبوع الجاي الاسبوع الجاي، اسبوع ورا اسبوع ورا اسبوع، قال حبيبي ترى هذا قاعد يلعب فيني ياسر البحري، وانا اشوفه كل يوم ياكل وكل يوم واشوفه عنده فلوس وهذا، اقول رجع لي ال 200
احنا قاعدين نفس العنبر، احنا نفس العنبر كنا في اف دوم في اف 1 86 سرير. فهو يشوفه ياكل كل يوم، يروح الكانتين كل يوم، معاه اكل، معاه ما ادري شنو، معاه اغراض، هو طالع هاي عربي مو انه هذا، انه هذا، انه هذا، يعني ترى انا معصب حيل، مو انه هذا اورا استوي انه هذا، انا وايد معصب، اقول ليش بوركي كابرون، يقول شوف قاعد ياكل مان، قاعد ياكل، قاعد يشرب، عنده اكل، شوف ربع عندهم فلوس، لما اقول له اعطني 200 دولار اللي اطالبك يقول لي ما عندي، اصبر اصبر علي الاسبوع الجاي، انا هذا قاعد يلعب معاي، قاعد يستغفلني، هاي كابرون. كان اقول ايش تبي تسوي؟ قال لي بعطيه راح من اير تو اير. اوف صدق كثر هذا عصابه، قال حبيبي علي وعلى اعدائي، بعطيه من اير تو اير، بعطيه من هنا الى هنا كيفه. قال انا بقولك ايش بسوي فيهم، نلعب رياضه احنا الصبح يفتحون الملاعب كلنا لازم نطلع، هذا البورتوريكان بيروح صوب الدب بار بيسوي له دب بار بيقعد يلعب قزم شوي تشابارو، فيقول انا بروح من وراه معاي السكينه بعطيه بنحاش، هذه معناته بيسكرون المجمع، بيجيبون الشرطه، بيوقفوننا على الشبك، بيقطون ملابسنا، بيفحصوننا، بيفحصون ملابسنا، نقطه دم، نقطه صدى على ملابسك، ترى انت رحت انفرادي، ترى كلنا بنروح انفرادي، حتى لو انت صباغ وظيفتك صباغ داخل السجن ولقوا نقطه حمراء ولا صدى رحت انفرادي. مان السالفه فيني فيني، اول يارد الصبح افتحوا الملاعب الساعه 8:30 يطلعونا الساعه 9:30، اللي يلعب رياضة، اللي يسوي جوجن، اللي قاعد يسوي دبس، اللي بارز، اللي مدري شنو، اللي قاعد يسولف مع ربع، اللي واقف عند شباك الكانتين يبي ياكل. انا واقف في الربع ظهري للحيط وقاعد طالع هافير غارسيا يركض، اول شيء يمشي يمشي، الحين هو شنو يبي ياخذ بحواش، هذا صاحبنا قاعد يسوي رياضة هني، هافير هني، هافير يبي ياخذ بحواش كامل يرجع له من ورا ظهره يعطيه وينحاش، هذه الخطة. انا واقف اطالعهم، انا ادري تكمل، انا اشوف هذا قاعد يسوي رياضة واشوف هذاك رايح له، ما باليد حيله، انا هذا ما اعرفه، وثاني شيء انا ما راح اتدخل بالموضوع هذا، وفعلا طلعنا نفس النمط، طلعنا من المجمع اللي قاعد يلعب رياضه، اللي قاعد يركض، اللي ما ادري شنو، واشوف هافير قاعد يراقب هافير، وهافير الربع ياخذ بحواش يركض 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 يركض، يجي من وراء هذاك واقف على الحدايق قاعد يسوي دبار، تعرفون هذه؟ اربع خمس ست سبع شغال شغال اربع، وهافير يجي من وراي الربع على الراحه كذي، وهذا قاعد يسوي اخر واحدة الربع، كان يعطيه الربع من هني لهني، من هالاير لهالاير، انا قاعد طالع الربع ان الدم طشب صدقوه ولا لا يا الربع، انه هو اخر من يعلم اللي قاعد يسوي ضغط، اللي قاعد يسوي الدب، اللي قاعد يسوي الدب، هو اخر من يعلم، هو عباله معرق، عباله انه قاعد يسوي رياضه فعرق واحتر، قميصه صار كله احمر وهو ما يدري، هو لحين عباله انه معرق وانه قاعد يسوي رياضه، يوم دم حمر يا الربع القميص كله ولا اللي جنبه، كان يقول اي مان يو بليدن، اي مان دم، كان يسوي كذي الربع ولا يشوف دم، كان يمسك على طول مسك رقبته، الحين هو شنو؟ مو مساله رقبتي ولا مو رقبتي، الحين هو بيعرف شو السالفه منو؟ ركض يا الربع ويعطي نفسه، يعطي ظهره للطوفة ويطالع، الحين الحين بس ائتمن بنفسه انه ما في واحد ورا ظهره، الحين اعطى نفسه الطوفة، ظهره على الطوفة وقاعد يطالع، منو جايني؟ منو؟ شين صار؟ شو السالفة؟ أول شيء تبي تأمن، والله العظيم يا عيني تدمم يا الربع، وعطى ظهره للطوفة، وبس الحين قاعد يراقب، يبي يعرف منو؟ وهل في جزء ثاني للي صار ولا شو السالفة؟ الحين هو تدمم، بس ايش بيقول؟ الحين ما في جزء ثاني، هافير راح قاعد يركض سوى نفسه قاعد يلعب على المضمار، عندنا مضمار صار شنه دوك تراك، فهافير يوم سوى الحركه مالته راح قام يركض 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 يسوي نفسه قاعد يلعب رياضه، الحين قاعد يدمم، الحين ربعه قاعد يقول له شنو صار، يقول ما ادري في احد طقني بس ما ادري منو، اي جت هيت يعني احد رطبني احد بللني، هم كذي يتكلمون اي جت هيت، فالحين هو يبي يعرف ربع يقول منو منو، يقول ما ادري، يقول انا كنت قاعد اسوي رياضه بعدين الواحد يقول الدم احد جاني طقني ما ادري منو، الحين الحين الريال دم، الحين بيصفرون بيخلون نوقف دور وندخل العنبر، يوم ندخل العنابر السجانه واقفين يمينك يسارك، لازم تدخل هذه تمر، بيتاكدون مو جايب معاك شيء، واحد جايب الدور الغلط، راكب داش الطابور الغلط، فيمينك يسارك شرطه، فالحين هو يبي يبرر حق الشرطه، انت ليش دم؟ جسمك كله دم يا حبيبي، مشخوط انت، احد شاخطك، احد معطيك بالجاسك يا حبيبي. كان الشرطه يقول تعال تعال وير از ذس؟ يقول كان يقول له قاعد العب كره سله كان اطيح، واحد دزني كان اطيح، شيء طالع شيء يقول له كره سله بطير تعال تعال.
تعال كرة سلة ماي آس كامل كامير صار فيك. أنا ما أدري والله قاعد ألعب كرة سلة وطحت. حبيبك الشقة هذه ما فيها كرة سلة، قاعد تلعبوا بسكاتشين أنتوا ولا؟ ودخلوا ودوا العيادة ولفوا، غاب أسبوعين ثلاثة قطون فرادي، بعدين طلعوا ردوا العنبر ولحي ما يدري شو السالفة. قاعد يطالع هافير من بعيد، يطالعني من بعيد. أنا مالي شغل بس لأن أنا دائما مع هافير، يطالع هافير من بعيد قاعد يفكر هذا، يطالع الناس متعادوا إياهم قبل هذيلة، يطالع ربع شاك فيهم هذيلة أنا سويت شيء ما عجبهم. فمسكين الحين قاعد بعد ثلاث أربع أسابيع بس قاعد يفكر منو يطقني، وهل موجود ما زال معانا في العنبر ولا شو السالفة؟ والله يا إن كمية رعب في عيونه، كمية رهبة في عيونه. الحين صار اللي صار، اللي صار قبل ليش نعلمه؟ لا 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 ما نعلمه، احنا ايش دخلنا؟ تبي يصير فيك اللي صار فيه؟ احنا ايش دخلنا؟ او نو انت ترى مو جاي مشيته، ترى هذا ترى سكاكين السجن، مو شرط يعني ترى بتطلع بتقطع الجاجلر فين، بس ترى بتدوش، ترى بتدمم، ترى شحطه صغيره بتدمم انت، عرفت شلون؟ الحين الغبنة وين؟ الحين الرعب وين؟ الربكه وين؟ انت الحين صار اللي صار وردوك نفس العنبر، واحد من هال 86 سوالك الحركه هذه، ما تدري منو؟ هذا 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 ولا هذا ولا هذا؟ فانت قاعد مرعوب، ما تدري، تغمض عينك، ما تدري من راح يطمر عليك المره الجايه. بعدين عرف ان هافير هو اللي سوى الحركه هذه، وحاول هو وربع انه يغدرون بهافير ولكن ما ضبطت، فصارت بلاوي، دشوا فيها ربع ميامي وما ادري منو، صارت برابين بارابوم، صارت وايد بلبله. فجاه ربع ميامي دشوا بالموضوع. يسي سجون فلوريدا على الاقل في عندك نوعين من الناس، تجمعات تكتلات، عندك تكتلات عصابات وعندك تكتلات ربع ميامي، ربع بام بيتش، ربع جاكسونفيل، يعني كل منطقه عندها شلتها. فداخل سجون امريكا عندك نوعين من التكتلات، عندك تكتلات العصابات وعندك تكتلات عيال المنطقه، وعيال المنطقه من ديت كاونتي من ميامي، هذيل ربع بام بيتش، هذيل ربع تامبا، هذيل ربع مش عارف ايبور سيتي، هذيل جاكسونفيل. وداخل جاكسونفيل في تكتلات ايضا، داخل المناطق في تكتلات، هذيل ساوث سايد، هذيل الايست سايد، هذيل نورث سايد، هذيل اورنج اف، هذيل ما ادري شنو. الحين هافير غارسيا يعرف واحد من دومينيكان ريبوبليك اسمه بلاتانو، يسمونه بلاتانو المدحدح، بلاتانو يعني اكال الموز، مدحدح صار كنا بلاتانو. هذا راعي صنفوفو، يبيع يجيبون له ويهرب ويبيع. تصدقون يا الربع هذا بلاتانو من كثر ما هو متين، من كثر ما هو متين ومدحدح، تصدقون يا الربع وقت لما يسوون علينا شيك داون، لما يسوون علينا تفتيش ويدورون الصنفوفو، تدرون وين يخبي الصنفوفو؟ في سرته، من كثر ما هو مكرش يحطه في سرته ولا يبين، من كثر ما هو مكرش يرفع واحد من ديوده ويحط صنفوفه وينوم عليه مره ثانيه. صدقون ولا واقف مفسخ يسوي شيء بديده يحطه ويسكر عليه. صدقون ولا ولا صدمت طالع انا قدام بلاتانو، هاي مو انت لهيت يا كابرون، انا نم الذكاء. السر قلنا اوكي تخش بس هذه جديده علي صراحه. اللي صار شنو يا الربع؟ بلاتانو تشابارو قزم مدحدح يخش الصنفوفه في جميع انحاء جسده، فعنده كذا مكان يخزن. وقت التفتيش السجان ما السجان اخر شيء يفكر فيه ان هذا خاش صنفوفو تحت الصدر ولا داخل السره. الرجال كان عنده كبرياء ومبادئ، ما كان يخزن في مؤخرته عزكم الله واجلكم وكرم الله وجيهكم، ولكن كان عنده فتحات اخرى، عنده ارفف اخرى في جسده، الترهلات فيها فائده احيانا. منو درى عنه؟ درى عنه واحد خال من ميامي، قال هذا بلاتانو عنده فلوس وعنده صنفوفو، واحنا صراحه زهقنا خوار العنبر هذا، احنا خوار صرنا مدمنين نشتري منهم، وهو وهافيير بس يبيعوا لنا وقاعد يطلعون فلوس وياكلون مستانسين وعندهم فلوس، واحنا نوقف دور نعطيهم فلوسنا عشان ناخذ الصنفوفو. ليش احنا نغزيهم نطقهم ناخذ اغراضهم؟ والحلال حلالنا يصير، ما يحتاج ندفع فلوس، هم عندهم احنا ناخذ منهم عنوه ونطقهم. هكذا كانت الفكره، فكره منو؟ ربع ميامي ضد منو؟ ضد هافيير وضد بلاتانو. هافير بلاتانو لاتينوز وربع ميامي خوار، مع انهم كلهم من ميامي، حتى هافير من ميامي، حتى بلاتانو من ميامي، بس الحين مساله عنصريه، شلون هاللاتينو الاثنين متحكمين ومسوين علينا مافيا ويبيعوا لنا صنفوفو، احنا اولى بالصنفوفو هذا، احنا ناخذه منهم وخلاص. وش الصنفوفو؟ علموا يا ربع شنو الصنفوفو. اللي صار شنو يا الربع؟ منو سمع بالموضوع؟ هافير غارسيا مع بلاتانو، اسمعوا ان خوال امريكا، خوال عفوا فلوريدا في العنبر هذا يبون يغزونهم وياخذون اغراضهم منهم غصب. فهافير وبلاتانو قرروا بيتغدون فيه قبل يتعشى فيهم، اسمعوا ان هذا هو ربع مساله وقت بيسطون عليه سطو مسلح وياخذون اغراضهم. فعسكم الله الساعه 10 الصبح انطروا بالحمامات، الحمامات المكان الوحيد اللي ما فيه كاميرات.
مطوهم عند الحمامات يا الربع. احنا قاعدين احنا ندري قاعد تصير. سبحان الله اذا انت داخل السجن وفتره بينهم يا اخي سبحان الله تشم بالهواء ان في شحنات كهربائيه سالبه، تحس ان في تنشن، تحس ان في شيء بيصير، خاصه لما فجاه يصير المكان كله هدوء. تدرون يا الربع انا اول ما طلعت من السجن اول يوم لي برا سجن ما عرفت انام، لان الموضوع هادي بزياده. داخل السجن اذا هدوء بزياده معناته شيء راح يصير، معناته الكل مترقب شيء. إذا إزعاج معناته كل شيء طبيعي، هذا يصارخ، هذا يركض، هذا يلعب جنجفة، هذا بلوت، هذا ما أدري شنو، صراخ، تلفزيون، ضحك. بس إذا فجأة كل شيء سكت معناته شيء بيصير. فذاك اليوم 10 الصبح يا الربع إزعاج فجأة ولا صخة داخل العنبر، فجأة يا الربع ولا صوب الحمامات، أنا ما كنت موجود، كنت برا، كنت بالعنبر بيننا وبين حائط، فجأة هدوء، فجأة يا الربع وأسمع صوت مع صدى را 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 را، وبعدين أسمع صوت سمعت بعدين سمعت واحد يصرخ يا الربع وكنا عزرائيل، دخل ايده كذي في صدره وطلع يا الربع روحه منه. شيء غير طبيعي اللي صار يا الربع، غير طبيعي. عدوا 3 ثواني ولا يطلع الخال يا الربع كذي وكأنه زومبي قاعد يدمم، ما يدري ايش السالفة. افا يقول لهم افا، يعني بالانجليزي، انا معاكم، انا واحد من ربعكم، انا من ميامي، افا ربع ميامي يسوون فيني كذي. هو الحين قاعد يستعبط، ليش سويتوا فيني الحركة الحين؟ هو الخال قاعد يلعب عليهم، من ليش طقيتوني؟ ما يدري ان دروا انه هو بيتعشى فيهم، دروا انه بيتعشى فيهم فتغدوا فيه. الحين هو منصدم، شلون صادوه قبلها؟ فالحين هو طالع يتعذر، افا احنا ربع، احنا من ميامي، كلنا ميامي مان ديد كاوني، افا شو دي تسوون فيني؟ عاد شنو؟ صرخوا بوجهه، قالوا له طلع، الثاني طلع السكينه، قال له حبيبي اون ذا جلاس، اون ذا جلاس. لما تقول حق واحد اون ذا جلاس معناته روح حق غرفه السجانه الزجاج، طق الباب وقول لهم طلعوني بسرعه. جيت اون ذا جلاس معناته جو تشيك ان، get on that glass يعني go check in، يعني روح طق الباب على السجانة وقول له طلعوني بسرعة قبل لا يذبحوني. الثاني طلع السجينة قال حبيبي هذا الجزء الأول ترى، يلا كش 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 حبيبي. وفعلا الربع يوم شاف الدنيا كذي، شاف الكل ضده، شو يروح ركض حق الويندو وطق بام 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 مان قري يا رهيمان، قم يا رهيمان، قم يا رهيمان. طبعا خرج ولم يعد، طردوه. نعم طردوه، هدت الاوضاع، جو فتشونا. طبعا لما يصير شيء نفس هذا السجاره بيجون 15 20 واحد بيقعدوننا على اسرتنا، بيفتشون يدينا، بيشوفون ما في دم، اذا في دم على جسمك ولا في شوائب ولا حتى لو شخطه على ايدينك، حتى لو متهاوش قبلها بيومين، كلكم تروحون انفرادي. يبي شو؟ لان ما حد راح يقول انا سويت، فيقول اوكي احنا راح نختار عشوائيا، واي واحد نحس عنده نقطه دم ولا شخطه يلا. انا القصص هذه 3/4 انا موجود فيها يا حبيبي. شوف انت تسافر تايلند اسبوعين تقعد تسولف عنها سنتين قدام، انا عشت بينهم 13 سنه يا حبيبي، انا عندي قصص، انا حتى الثلث اللي شفته ما قلته للحين يا حبيبي. انت تروح تايلند اسبوع، انت تروح سوريا اسبوعين تسولف عنها سنتين قدام، يبقى انا عشت عندهم 13. تدري عن 13 سنه؟ يعني اولى ابتدائي ليه تخلص ثانويه انا للحين مسجون يا حبيبي. شفت العمر هذا كله؟ شفت يوم تدشيت اولى ابتدائي وطلعت عمرك 18، شفت 12 سنه انا كنت بالسجن. ايش فيك انت؟ انتوا تدرون شنو كان هدفي بالحياه يوم اني اطلع من السجن؟ هدفي اني اطلع من السجن من غير اي شوائب، من غير اي صدمات، اي كدمات، من غير اي شخوط، من غير اي طعن. هدفي اني اطلع من السجن ما يشخطون وجهي حتى لو كان بالغلط. يوم طلعت من بوابة السجن يا الربع كذي طلعت يس احمدك يا رب. في عندي شوائب صغيرة ولكن مو محسوبة، يعني هذه طعنة صغيرة تشوفونها الشخطة هذه، بس هذه مو محسوبه. عرفت شلون؟ هذا حاولت امسك الريال معاه سكينه. اي هذا هو طرغام سالفه النباطه، هذا صاحبنا هافيير حبيبي. هافيير اسطوره، هافيير هذا اسطوره. اللي قرا كتابي 1000 ليله حبس انفرادي، قصه اثنين كوبانوز يجون تهريب من كوبا الى فلوريدا، وبنص الدرب الشمس تطقهم، وحوشهم جفاف والشمس تحرقهم والملوحه تنتف جلدهم، وخفر السواحل الامريكي ياخذهم ويعالجهم ويديهم مستشفى ويحطهم داخل براميل 4-5 أنواع من الجل، جل أحمر، جل أخضر، جل أزرق، كل برميل يقعدونهم 5-6 أيام. تذكرون القصة هذه في 1000 ليلة حبس انفرادي كتابي؟ هذه قصة هافيير معاه صاحبه. يقول احنا قاعدين عمرنا 15 سنة 14 سنة كوبا ما فيها شيء، فلس
يقول انا طالع صاحبي كان اقول له حبيبي ليش ما نروح امريكا؟ يقول 15 سنه عمرنا. قال يلا فوقه شون. قال يا حبيبي تيوب. لذلك النيك نيم ماله بارسا. بارسا بالاسباني يعني تيوب، يعني جاي بالبحر تهريب. لما واحد ينادي الثاني بارسا معناته انت جاي تهريب. اوي بارسا جاي تهريب بتيوب. تيوب 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 يطب داخله ويجدف. 80 كيلو بين كوبا حدود فلوريدا. يقول جدفنا نص الدرب كان نتعب، طقتنا الشمس كان ندوخ ولا ديهايدريشن جفاف. فجاه اغمن علينا ثلاث اربع ايام بغينا نموت. يقول الحين ما وصلنا نص الدرب. يقول قمنا نهلوس، الشمس تطقنا، ما عندنا ماي، جلدنا تحرق ملوحه والاسيد ملوحه والشمس احرقت الجسد. يقول قمنا نقط خيط وخيط، صاحبي ما ادري حي ما ادري ميت، ما قمنا نشوف خلاص. شمس ظلام، شمس سوداد احمرار، الوجه تتفخ، ما اقدر افتح عيوني، عطشان جوعان. يقول فجاه اشوف هليكوبتر، فجاه اشوف سفينه، فجاه اغمض عيني، فجاه القى نفسي مستشفى، فجاه القى نفسي مره ثانيه مكان ظلمه، فجاه نور، فجاه عبالي مت، فجاه عبالي صحيت مره ثانيه، مره كله لابسين ابيض، عبالي رحت الجنه. بعدين شوي وعيت ان جفاف، نقص فيتامينات، على وشك اني اموت، جلدي محترق، صار لي اربع خمسة ايام بغيت اموت في ال. يقول مفاصيخ سلط مرط يقطونه داخل براميل، كل هذا برميل لونه جل لونه ازرق، اربع ايام داخله يقعدون بالجل ثمان ساعات، بعدين يوقفوننا ويشغلون مراوح علينا يبرد على جسمنا. خمس ايام بس هالعلاج، بعدين جل ثاني اخضر انتي بايوتكس، اربع خمس ايام ينقعوننا فيه، بعدين يطلعوننا ويحطون مراوح علينا. يقول جل اخضر، جل احمر، جل اصفر. يقول ثلاث اربع اسابيع بس يدخلونا من جل الى اخر، من البرميل مفاصيخ سلطمر يدخلونا يغطسوننا براميل ويطلعوننا لين عالجونا. قلت اول ما عالجوكم ايش صار؟ قال احنا بما ان احنا كوبيين ما يقدرون يرجعونا، لان احنا نعتبر لاجئين، ما يقدرون يرجعونا، ما يقدرون يسافروننا، مو نفس المكسيكان ولا من ناس من مثلا فنزويلا ولا من. احنا اذا وصلنا امريكا ما يقدرون يسوون فينا شيء، يقطون التوقيف بعدين لازم يدخلون البلد. عندهم قانون ان هذا اللاجئين خلاص، لان بينه وبين كوبا مشاكل، فالكوبي ما عليه تسفير. يقول بس يقعدون التوقيف بعدين يدخلون البلد خلاص. اللي صار يقول اول ما عالجونا ست اسابيع يعالجون فينا، قطونا توقيف اسبوعين، ودونا قدام القاضي، انت شنو كوبي؟ قال لي، قال تبي ترجع البلد؟ قال لا ما برجع انا مضطهد. قال خلاص دخلوه. يقول اول ما دخلونا قطونا في ميامي، اول شيء سويته كان راح اسوي سطو مسلح على البيت. تافا حيل الامريكان انقذوا حياتك، عالجوك، جابوا لك جل احمر واخضر واصفر، صلحوا جسمك، غذوك، خففوا الجفاف، عطوك جلوكوز، عطوك دريب، عطوك انتبياتكس. هل جزاء الإحسان إلى الإحسان؟ أول شيء تسويه تروح تسوي سطو مسلح عليهم. يقول صدق ما عمري فكرت فيها من الناحية هذه. قلت لا، هذه المفروض تفكر فيها من الناحية هذه، هذين أنقذوا حياتك، أول شيء تسويه تروح تجرم فيهم كذي. دام برا كان طر سنة سنتين على الأقل، أول أسبوعين كان سنة سنتين عشان الناس تنسى. بعدين توه مساكين، تدري أنت العلاج هذا يمكن الواحد فيكم كلفهم $100,000 الله يسامحكم. والله العظيم اقرأي كتابي ألف ليلة حبس انفرادي ما راح تندمين، القصة مذكورة هناك، تلقينا في مكتبة جرير أو في ياسر البحري.com. عندي كتاب عاشر اسمه فساد الشرطة الأمريكية، ولكن لسه ما طبعته إن شاء الله، واللي ما ضافني إلى الآن يا الربع ما عندك سالفة، ما ضفني الصراحة. لا تبخل علي، لا تبخل علي.